مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج المشهد التي نناقش فيها الأوضاع في النيجر على ضوء قمة أبوجا التي انعقدت اليوم والتي أصدرت بيانا حتى الآن بدأ أقرب إلى التهديد بطريقة دبلوماسية أو تغليب الحلول الدبلوماسية والسلمية بعد أن انتهت المهلة التي أعلنتها أو وجهتها الإكواس إلى الحكام العسكريين في النيجر بعد الانقلاب الأخير والذي أدى إلى سقوط أو اعتقال وخلع الرئيس النيجيري محمد بازوم في نهاية الشهر الماضي. يسعدنا في هذه الحلقة أن نتعرف على مستقبل هذا الملف بالنظر إلى تهديدات الإكواس ثم عودة الحديث عن أهمية الدبلوماسية. يسعدنا أن يكون معنا لنقاش هذا الموضوع الكاتب الصحفي والخبير في الشؤون الإفريقية سيد محفوظ. ولسالك مرحبا بك محفوظ. أهلا وسهلا. مرحبا. في البداية، ما قراءتك لمخرجات قمة أبوجا التي انعقدت اليوم في نيجيريا؟ شكرا جزيلا. أعتقد بأن القمة اتجهت نحو المنح السلمي نتيجة للعديد من الاعتبارات، أولا داخليا لأن نيجيريا هي الدولة الأبرز في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والتي تتولى رئاستها الدورية، تحد النيجر وتتقاسم 6 ولايات معها الحدود، ثم إن هناك تداخلا مجتمعيا كبيرا وتبادلا اقتصاديا وتجاريا، هناك ضغوط على الرئيس الدوري لهذه المجموعة من طرف النيجيري داخليا، وهناك أيضا خلافات على مستوى كل دولة على حدة بشأن التدخل العسكري، ثم إن أيضا الانقلابيين لوحوا بأنه إذا ما كان هناك تدخل عسكري من طرف السيدياو فإنهم سيقتلون محمد بازوم المحتجز لديهم، وهذه نقطة قوة كبيرة جدا. لكن حتى بالمنطق السلمي والتفاوضي لا أعتقد أن بإمكان السيدياو وداعميها إقليميا وغربيا بإمكانهم أن يعيدوا نظام محمد بازوم إلى السلطة. بطبيعة الحال سيدياو لوحت بالتهديد العسكري للوهلة الأولى وأمهلت الانقلابيين أسبوعا بالعودة إلى ذكناتهم واستعادة النظام الديمقراطي ممثلا في الرئيس محمد بازوم، وإلا فإنها ستتدخل عسكريا، ولكن التدخل العسكري قياسا على التجارب السابقة يبدو صعبا وغير محسوم النتائج في النيجر، لأنها تختلف عن النماذج السابقة التي حصلت في سيراليون وفي ليبيريا وفي الكوت ديفوار وفي بعض الدول الأخرى. بالتالي أعتقد بأنه منطقيا التوجه هو إلى الحل السلمي، ولكن الحل السلمي لا أعتقد أنه سيوصل إلى إعادة نظام بازوم إلى السلطة. قد طيب تكون هذا هو السؤال، يعني الحل السلمي الذي تدعو إليه الإكواس والذي تتحدث عنه، ما مدى قدرته على النجاح وما المطلوب؟ هل هو عودة نظام بازوم تحديدا أم أن يمكن أن يتم التوصل إلى نقاط أو إجراءات أخرى أقرب إلى الحلول الوسطى من خلالها يتم استقالة بازوم مثلا أو شيء من هذا القبيل يكون مخرجا، ولكن في نهاية المطاف الموضوع سيتجه إلى تكريس الواقع على الأرض؟ أعتقد بأنه الجميع بات مقتنع بالأمر الواقع، ولكن يحاولون يعني التوصل إلى ما يمكن التوصل إليه من تنازلات من طرف العسكريين. السيناريوهات الآن باتت تستبعد بشكل كبير جدا التدخل العسكري. بالنسبة للتفاوض السلمي لا أعتقد أنه سيوصل إلى إزاحة العسكريين عن السلطة. قد يتم التوافق على مرحلة انتقالية في فترة وجيزة تتفق عليها مختلف الأطراف من أجل تنظيم انتخابات رئاسية جديدة تعيد المدنيين إلى السلطة، وبالتالي أعتقد أنه ما دام المنطق الآن هو التفاوض والحوار فإن العسكريين يعني ماضون في تكريس حكمهم، أعلنوا عن حكومة جديدة طيلة هذه الفترة وبدأوا عمليا في التنسيق الإقليمي من خلال تعزيز الشراكة والتعاون مع دول الجوار المماثلة كبوركينا فاسو ومالي التي شهدت انقلابات عسكرية، وبالتالي هم يكرسون عمليا انقلابهم على بازوم ويعتبرون بأنه بات رئيسا سابقا لا أكثر. بالتالي أنا أعتقد أنه بانزياح سيدياو أو تراجعها من التلويح بالتدخل العسكري إلى الحل السلمي هو ربما توجه إلى الاعتراف بالأمر الواقع وأن العسكريين باتوا يعني حكاما جددا للنيجر وإن كانوا غير شرعيين لكنهم فرضوا أمر الواقع. ما موقف فرنسا هنا وما هي خيارات أمامها، علما أنه يقال أنها هي المقبض الذي يحرك الإكواس أو السيديو في هذه المرحلة؟
فرنسا ترى بأنه من دون التدخل العسكري لا يمكن ثني العسكريين عن انقلابهم ولا يمكن إعادة محمد بازوم إلى السلطة. هذا هو يعني موقفها الحقيقي، وإن كانت تناور بأنها تدعم خيارات سيدياو وما تراه مناسبا تراه هي كذلك، ولكن في الواقع هي ترى بأن أي حل غير التدخل العسكري لا يمكن أن يفضي إلى استعادة النظام إلى يعني إلى سلطته، ولا يمكن إخراج العسكريين من السلطة. وهي يعني صاحبة الموقف الأشد تطرفا بين ظفرين من باقي الأطراف الأخرى، سواء إقليميا أو دوليا، لأن باقي الأطراف الدولية مصالحها ليست بتلك الدرجة، والنيجر لا تمثل لها تلك يعني ما تمثله لفرنسا. فرنسا ترى بأنها خسرت مالي وبوركينا فاسو، وخسارتها للنيجر تعني خسارتها تقريبا لكل منطقة الساحل وجزء كبير من غرب إفريقيا، لأنها كانت تخطط لمحاولة استعادة مكانتها ونفوذها عسكريا في الغرب الإفريقي من خلال بوابة النيجر، حيث تسعى إلى نشر قوات في بعض الدول الأخرى التي هي مهددة بالإرهاب كبنين والتوغو وغيرها من الدول المطلة على خليج غينيا. بالتالي أعتقد بأنها في ظل الأمر الواقع، إذا ما يعني أحكم العسكريون قبضتهم بشكل نهائي على السلطة، فأعتقد أنها ستتلقى صفعة جديدة، ستخرج قواتها من النيجر، وستكون النيجر ثالث دولة تخسرها في المنطقة. لذلك هي لا تراهن على الحل السلمي ولا على التفاوض، وإن أكدت وتؤكد في كل مناسبة أنها تدعم خيارات سيدياو. طيب، فيما لو اتجهت فرنسا وأصرت على موقفها المتعلق بالتدخل العسكري، ما هي خياراتها في ظل التلكؤ الذي بدأ يظهر عند سيدياو؟ هذا سيكون موقف جديد وستتراجع فيه إذا ما ظلت مصرة وأعلنت ذلك بشأن التدخل العسكري، يعني أنها لم تعد تدعم الطرح الإقليمي الذي تتبناه المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وقد تبحث عن مخرج لذلك، لأنها سبق وأن أعادت أنظمة منتخبة إلى السلطة عبر التدخل العسكري كما هو الحال في كوت ديفوار، وإن كان الأمر يختلف حينما عادت حسن وترى، وحينما لم يعترف لوران غباغبو بالسلطة يعني خسارته في الانتخابات، أعادت حسن وترى إلى القوة إلى السلطة بالقوة، لكن كانت هناك مطالب لها بذلك من طرف الإيفواريين، وكان هناك تفويض أيضا مقبول لدى المجتمع الدولي. قد تبحث عن مخرج في هذه الحالة بالنسبة للنيجر إذا ما يعني أصرت على موقفها باستعادة النظام بالسلطة، ولكنها ستبحث أيضا عن شركاء وعن إيجاد يعني إجماع على موقفها بهذا الشأن. إذا ما تم التوجه نحو الخيار الدبلوماسي والخيار التفاوضي، وحتى هذا الخيار أيضا هو تواجهه تحديات، لأنه لاحظنا في الفترة السابقة كيف أن قادة الانقلابيين رفضوا استقبال بعض الوفود المشتركة من طرف سيدياو ومن طرف الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة. بالتالي هم أمام أمر الواقع يحاولون أيضا الضغط بوسائلهم على المجتمع الإقليمي والدولي. بالتالي فرنسا ليست أمامها خيارات كثيرة، إما أن تبقى على موقفها بشأن دعم الموقف الإقليمي ممثلا في التفاوض السلمي مع الانقلابيين، وإما أن تخرج على الإجماع الإقليمي والدولي وتحاول إعادة بازوم إلى السلطة بالقوة، وهي قد تكون قادرة على ذلك، لأن لديها قواعد عسكرية في النيجر، لديها حوالي 1500 عسكري، لديها قوات في المنطقة تعرف النيجر جيدا، وسبق يعني أن كان لها حضور كبير في منطقة الساحل بشكل عام. لكن لا أعتقد أنها إذا لم تجد يعني تحالفا بهذا الخصوص أو إطارا أو مخرجا مقبولا لدى المجتمع الدولي ستقدم على هذه الخطوة. طيب، نأتي إلى أشرت إلى التموقع الذي بدأ الانقلابيون يقومون به أو السلطة الحاكمة حاليا في النيجر، من حيث تشكيل حكومة، من حيث ترتيب الإجراءات الداخلية، ثم حتى هنالك مسعى لتوسيع علاقاتهم الخارجية. برأيك هذا التموقع إلى أين سيقود النيجر الجديدة؟ سيقودها إلى التحالف مع الأنظمة العسكرية الأخرى التي تصاب بأنها قريبة أو متحالفة مع روسيا؟
أعتقد ذلك، أعتقد بأن الخطوة الأولى التي سعى إليها العسكريون هي تعزيز الجبهة الإقليمية من خلال الأنظمة المماثلة. لاحظنا ذلك في يعني الموقف المشترك لمالي وبوركينا فاسو من التلويح بالتدخل العسكري من طرف سيدياو، حيث أعلنتا أن هذه المنظمة الإقليمية إذا ما قررت التدخل عسكريا فإن هذين البلدين سيتدخلان لصالح النيجر. لاحظنا أيضا موقفا مماثلا وإن بدرجة أقل من طرف غينيا كوناكري. بالتالي أمامنا إطار شبه إقليمي لهذه الدول الأربعة التي تحكمها أنظمة عسكرية، ستكون موحدة الموقف لأن يعني وضعها متشابه، وإن كانت غينيا كوناكري تختلف لأنها ليست لا تعاني من الإرهاب عكس البلدان الثلاثة الأخرى. في نفس الإطار أيضا ستبحث عن يعني شركاء دوليين جددا، وأعتقد أن روسيا ماثلة أمام النيجيريين الآن، والإعلام الغربي سبق أن تحدث عن أن زيارة الرجل الثاني في المجلس العسكري الآن ساليفو مودي إلى مالي وبوركينا فاسو، التقى قائدا من قادة مجموعة فاغنر في مالي وطلب يعني التنسيق معها وربما تدخلها ونشرها في النيجر. بالتالي نحن أمام خارطة جديدة إقليمية ودولية بالنسبة للنيجر لا تختلف عنه بالنسبة لمالي وبوركينا فاسو. والانقلابيون يحاولون التدثر بالإطار الشعبي والغطاء الشعبي، وبأن النيجريين باتوا يرفضون التحالف مع فرنسا باعتبارها مستعمر سابق وتكرس في الحاضر سياسة استعمارية في نظرهم. هذا بات موقف تقريبا كل شعوب المنطقة، والنيجريون أيضا سبق حتى في عهد محمد بازوم أن كانوا يتظاهرون ضد القوات الفرنسية وضد الشراكة مع فرنسا. طيب، هل سيقبل الغربيون ومنهم الأمريكيون الذين يبدون اهتماما أيضا بالنيجر ولهم وجود وإن كان أقل من الوجود الفرنسي، هل سيقبلون بتمدد الروس إلى إفريقيا بهذا الشكل دولة تلو أخرى؟ يفترض أن لا يقبلوا بذلك، وهم يعلنونها صراحة، لأنه في عهد الرئيس الجديد الأمريكي الاهتمام الإفريقي أكبر منه في عهد الرئيس السابق، والقمة الأمريكية الإفريقية رسمت خارطة جديدة للتعاون والشراكة، والمرتكز الأساسي فيها هو الديمقراطية وحقوق الإنسان وما إلى ذلك، وهذا بطبيعة الحال لا يتجسد في الدول التي تحصل فيها انقلابات عسكرية. ولكن في الحالة النيجيرية الأمر معقد جدا، لأنه التفاوض بطبيعة الحال لن يفضي إلى استسلام العسكريين وإلى إعادة محمد بازوم للسلطة، والتدخل العسكري يجعل كل المنطقة أمام يعني مفتوحة أمام سيناريوهات خطيرة جدا، لأن دول المنطقة أغلبها تواجه هجمات الجماعات المسلحة، ولاحظنا كيف أنها كثفت هجماتها مؤخرا في ظل يعني هذا الانقلاب العسكري، لأن من طبيعتها أن تستغل عدم الاستقرار السياسي من أجل تعزيز الحضور. والأمريكيون سبق وأن فقدوا يعني عدة عناصر عسكرية قتلت على الحدود مع النيجر، بالتالي الأمريكيون أمام موقف صعب أيضا، هم لا يرون ولا يعترفون بغير الأنظمة الديمقراطية المنتخبة، ولكنهم أيضا لا يجازفون بالتغيير العسكري وبالقوة لأن تداعياته ستكون خطرة على المنطقة بشكل عام. أغلب حدود النيجر السباعية هي حدود غير مستقرة وتعاني من انتشار الإرهاب والجريمة المنظمة وما إلى ذلك، بالتالي أعتقد أنهم أقرب إلى الحل السلمي الذي يمكن أن يفضي إلى أكبر يعني صيغة ممكنة توافقية من أجل العودة السريعة للنظام السياسي إلى السلطة. طيب، العديد من المحللين يتحدثون عن تداعيات هذا الانقلاب الذي جرى في النيجر على الوضع الإقليمي في منطقة غرب إفريقيا عموما، وأن النيجر ليست وحدها وأن ربما هنالك دول أخرى قادمة في ظل هذا التنافس الدولي والاستقطاب الشديد على هذه المنطقة. برأيك ما هي تداعيات هذا الانقلاب على الدول الإقليمية، وهل يعني هذا أن الروس سيستفردون بإفريقيا؟ أعتقد ذلك، لأنه الماثل الآن أن روسيا تستغل هذا الرفض المتنامي الشعبي والرسمي تقريبا للوجود الفرنسي في المنطقة وتقدم نفسها كبديل، تحاول أن تقدم نموذجا، وحاولت ذلك بشكل كبير جدا في مالي من خلال تقديم مساعدات كبيرة جدا عسكريا، أسلحة حربية وتدريبات وما إلى ذلك، وحتى مساعدات غذائية وغير ذلك. بالتالي هذا لم يألف
يعرفه الماليون من قبل في عهد الشراكة مع فرنسا، تحاول أن تقدم أيضا نموذج آخر في بوركينا فاسو، وبالتالي هناك إقبال عليها كبديل عن فرنسا في منطقة الساحل والغرب الإفريقي بشكل عام. ولكن أيضا على المدى البعيد لا أعتقد أن روسيا إذا ما كانت تبني سياستها ووجودها في المنطقة إذا كان مبني فقط على الانقلابات العسكرية ويعني الإتيان بحكام جدد عسكريين، لا أعتقد أن الأمر يمكن الرهان عليه على المدى البعيد. هي تقع في شبه خطأ أيضا وقعت في فرنسا، لأنها قامت شراكاتها مع أنظمة يعني قديمة جدا منذ الاستقلال، لم تغير سياستها ولا شراكاتها، ولم تأخذ في الحسبان التغيرات في المنطقة، وبالتالي هي تحصد خساراتها. أيضا هي الأخرى إذا ما كانت تبني يعني محاولة تغلغلها في المنطقة فقط على الانقلابات العسكرية وتقديمها كبديل عن فرنسا، لا أعتقد أن الأمر سيكون قابل للاستمرار في المستقبل البعيد. أعتقد بأنه ما تريده إفريقيا الآن هو البحث عن شراكات متعددة الأطراف لا تكون أحادية الطرف، وأيضا تقوم على منطق تكون فيه إفريقيا رابح أكثر منها خاسر، لأن الشراكات القائمة مع فرنسا هي شراكات خاسرة لهذه الدول. لاحظنا كيف أن النيجر هي سابع دولة منتجة لليورانيوم، تغذي فرنسا وأوروبا بنسب معتبرة جدا من هذه المادة الأساسية لإنتاج الكهرباء وللصناعات وما إلى ذلك، في الوقت الذي تعتمد على نيجيريا بنسبة 70% من كهربائها. هذا يعني أمر لم يعد مقبول ولا حتى منطقي. بالتالي أعتقد بأن المنطق الأكثر قابلية للاستمرار والقبول على في الأفق المستقبلي هو ذلك الذي يقوم على شراكة يعني مفيدة للطرفين، لا تقوم على الانقلابات العسكرية ولا على يعني الانتهاكات حقوق الإنسان والحريات وما إلى ذلك، ولكن في نفس الوقت أيضا يشعر فيها الأفارقة شعوبا وحكومات بأن يعني بأنهم شريك فعلي وليسوا فقط طرفا يستغل في المعادلة. طيب، هذا يقودنا إلى السؤال عن في ظل صراع الإرادات، هذا أين هو رأي المواطن في نيجيريا في بوركينا فاسو في مالي؟ أين هي المصلحة الوطنية؟ أين هي القوى الداخلية ورأيها فيما يحدث في بلدها والخيارات أمامها أيضا للسيطرة على ما يجري في بلدها وتوجيهه إلى ما يخدم مصالحها الوطنية بغض النظر عن ما تحدثنا عنه بشأن نفوذ الدولة والصراع الدولي؟ لا تبدو الملامح كبيرة جدا في هذا الاتجاه، لأنه لاحظنا أنه في كل انقلاب عسكري يكون هناك التفاف حول الانقلابيين الجدد، هذا أمر مألوف في إفريقيا، الشعوب مع الحاكم الجديد، وحتى إن تم الانقلاب عليه يصبحون مع القادم. ولكن هناك شعور متنامي داخل أوساط النخب، داخل الفاعلين وغير ذلك، وإن كانوا قلة ولكن يعني لديهم صوت يسمع، هناك نبض يسمع لدى الأفارقة بشكل عام بضرورة أنه آن الأوان من أجل أن تستفيد إفريقيا من خيراتها، ومن أجل أن لا يكون هناك منطق استعماري مستغل للخيرات الإفريقية على أساس شعوبها. الدول القارة غنية جدا ولكن شعوبها فقيرة بشكل كبير جدا، أغلب النيجيريين يعيشون تحت خط الفقر رغم أن البلاد يعني لديها موارد كبيرة جدا. الأمر ينطبق على باقي دول الجوار، لا يمكن استساغ أن دولة بحجم النيجر لها موارد هامة جدا، أغلب سكانها يعيشون تحت خط الفقر، ونسبة 40% من ميزانيتها السنوية تعتمد على المساعدات. بالتالي أعتقد بأنه هناك شعور بهذا الغبن، هناك شعور بأن هذه الدول تستغل، وهناك مطالب متنامية بضرورة أن يتم بناء شراكات جديدة مع هذه الأطراف. ولكن أيضا هذا الأمر لا يوازيه حرص كبير جدا على الديمقراطية وعلى الحريات والحقوق وما إلى ذلك، بالتالي الشعوب تلقائيا تجد نفسها مع الانقلابي لأنها تشعر بأنه ربما يكون مخلصا لها. وهذا أيضا فيه رسائل حتى الانقلابيين، لأنهم إذا ما كرسوا نفس الأمر فإنهم يتعرضون لانقلابات عسكرية، ولاحظنا كيف أن انقلابيين تم الانقلاب عليهم من داخل نفس المؤسسة العسكرية. نعم،
ما رؤيتك لمستقبل ما يحدث في النيجر، أو ما هو السيناريو الذي ترجحه أن تؤول إليه الأوضاع في النيجر؟ أعتقد بأنه قياسا على يعني أزمات مشابهة أو قريبة من ما حصل في النيجر أمام المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، إزاء التدخل إذا ما تقرر في النهاية التدخل العسكري، واحد من ثلاث خيارات: إما أن يكون هناك تدخل عسكري جزئي يفضي في النهاية إلى يعني إعادة السلطة المدنية المنتخبة إلى السلطة، يحس العسكريون بأنه بالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية والتجارية الكبيرة جدا مفروضة عليهم من طرف دول المجموعة، لأن النيجر دولة حبيسة وتعتمد بشكل كبير جدا على التبادلات الاقتصادية والتجارية، هذا الأمر الآن يضيق على النيجريين بشكل كبير جدا. هناك أيضا عقوبات اقتصادية وتجارية دولية من طرف بعض الدول الأخرى، هناك عقوبات مفروضة على العسكريين، وبالتالي إذا ما أحسوا بالإضافة إلى الضغط الاقتصادي والتجاري والتنموي بالتدخل العسكري، خصوصا إذا ما تم دعمه فرنسيا وأمريكيا وألمانيا وإيطاليا، لأن هذه الدول لديها قوات وقواعد عسكرية، أعتقد بأنهم قد يتنازلون أمام ذلك. أما إذا يعني ذهبت المجموعة الاقتصادية دول غرب إفريقيا والمجتمع الدولي نحو التفاوض السلمي، فأعتقد أن السيناريو الأرجح سيكون هو محاولة التوصل إلى فترة قصيرة يتولى فيها العسكريون السلطة، ويتم تنظيم انتخابات من أجل عودة المدنيين إلى السلطة. قد يكون هناك سيناريو يتعلق بالانقلاب عسكري على الانقلاب العسكري الجاري من أجل إعادة بازوم إلى السلطة، وهذا أعتقد بأن العسكريين ينتبهون إليه جيدا ويحاولون يعني سد كل الثغرات التي قد تؤدي إلى ذلك. ثم إنهم يعطون انطباعا إزاء التفاوض السلمي، لأنه النظر إلى التشكيلة الحكومية التي قدموه غالبيتها من المدنيين، فيها جنرالان فقط، 6 حقائب عسكرية، فيها حضور للنساء، وفيها يعني محاولة لإشراك مختلف المكونات الاجتماعية، هذا فيها رسائل باتجاه يعني التوجه نحو الحل التفاوضي المدني، وإعطاء يعني انطباع بأنهم يشركون المدنيين ويعني مستعدون لهذا الحل السلمي التفاوضي الذي يفضي إلى إقامة سلطة انتقالية لفترة قصيرة. شكرا جزيلا للكاتب الصحفي والخبير في الشؤون الإفريقية سيد محفوظ للسالك على مشاركته معنا في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، نقول لكم تحيات فريق البرنامج وإلى حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.